صافي اختاريت لا كولور. انا دابا غادي نحلو معاكم. بسم الله. باك تو ماي شانيل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تلاقينا في فيديو جديد. المهم دابا عاد خرجت من الدار، مشيت باش نفطر، غبرت عليكم حتى ولاو الوراق كيطيحوا عندنا من الشجر. هاني الوغ نتمنى فيديو اليوم يعجبكم، دوزوا معايا نهاري وغادي ندوزوا اون جورني صراحه اللي تيبو اكسيبسيونيل، وغادي نقول لكم اش غنديروا في هذا النهار. يلا خليكم معايا، مشاو بعدا كومونديو وما نفطروا وهانتوما معانا. شوف كيعجبني هذا البلاصه في كارتي دي 30. شوفوا تحمقني انا نجوم عليكم. المهم دابا جيت لجوليات نفطر وهانتوما معايا. دابا كنكوموندي نخليكم اون فوا جات لا كوموند نرجع ليكم. ودابا كبدات جات لا كوموند ديالي لي كومونديت، خديت شوكولا شو شوكولا ولي وبلوتو وصافي، وخديت دي كريب فريز بانان افيك لا كريم فويت. هاد الشيء راني غادا غادا نمشي ناخد تليفون من ابل، غنمشي ناخد كيف ما قلتها لكم، غنمشي ناخد الايفون 11 ان شاء الله في هاد الفلوغ هذا. نمشيو اونصابل ندخلو اونصابل وغادي ندير لكم تما واحد المهم كيف ما كتشوفوا بعدا الجو زوين فراسكم. غاد زعما راه ما كتكونش في شهر 9 كيكون الجو بحال هكذا. المهم كتشوفوا الابل عامره كما كتشوفوا، هذا مكان ما عرفتش واش نجي الحق صراحه نصور ولا لا، ما كنحاول ما نشدش بنادم. هذا مكان مهم، انا غادي نمشي دابا باش ندخل ونشوفوا. ديجا شفت الاثمنه، شفت كلشي مقرر، راه جايه غير باش نخلص ناخذ التليفون. فهمتوا ديجا مغيزيرفي انني غادي نجي في هذه الوقيته. صافي سي تو، دابا غادي ندخلوا. ما عرفتش واش خصني ندخل من داك الباب ولا من اللور، جو سي بو، جو اسايي دو فوار ونرجع ليكم. باي باي. فهمت بيدا حتى حنا شادين النوبه باش ندخلوا دابا الابل. نتوما كتشوفوا شوفوا شحال واحد قدامنا. كيف فا غادي ندخل غادي نصور لكم. يلا خليكم حتى ندخل. في بدايه انا راني دخلت دابا الابل باش نشوفوا التليفون اللي غادي ناخذ. كاينين صراحه بزاف ديال الكولور اللي حيروني وغادي نختاروهم اونصامبل. يلا بقاو معايا في الفلوغ ملي غندخل نخلص هانتوما معانا. صافي اختاريت لا كولور، انا دابا غادي نحلو معاكم. بسم الله. كنركبوا لي لا كارت سيم ديالو. احنا كنشالو. سي ا تو ميرسي بوكو، سان في بليزير. الوغ كي بدات انا دابا رجعت للبلاصه اللي انا كنت فيها، مشيت شريت التليفون ديالي ودابا غنمشيو ناخذوا لي بوشيطه. بغيت ناخذ عندهم صراحه حيت لي بوشيط زايدين في الثمن. دابا جيت الاول ما خديت شي حوايج خاصيني ومن طون باقا كنقلب الى واحد اللعيبات كاينين في السوق وغنوريهم ليكم. اللي خديت راكم نتوما معايا. المهم مشينا بعدا خدينا التليفون وصافي، بغيتكم تقولوا لي كاملين بالصحه والراحه في لي كومونتير. وما تنساوش عجبتكم هذا الفلوغ هذا ولا عجبكم جون غادي ندير هاد لي فيديو بقا نديرهم ليكم. وان شاء الله الفيديو اللي بعدكم فيه حول الدراسه في كندا راه جاي عن قريب، وان شاء الله جايين مقالب في القناه اول مره وحصريا على قناتي كنوجدهم لكم. Bye.
انا غادي نمشي للدار. المهم عاتي ما قدرتش نمشي نملي لكم كلشي. شوف واحد الجو شحال زوين. المهم انا غادي نمشي للدار دابا وصافي. هذا مكان صراحه راه يمكن دابا شي 7 ولا 8 ما نكتبش عليكم. النهار تحيت فيه نسيت كاع ديك الخدمه اللي سالينا وداك الشيء وصافي. ملي ندخل الدار غادي نوريكم التليفون ديال لكم انبوكس يعني التليفون اللي خديت وكلشي. انا اخر فيديو اللي